نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله حصة سريعة جدا ومش هنأخر فيها. أكيد يا أستاذ أحمد. النهاردة هنقول كلمتين وبس، تمام؟ هناخد بس حاجة كده برضو ظريفة ودمها خفيف، إن إحنا إزاي نفتح ملف ونتعامل معاه، سواء نقرأ البيانات اللي جواه أو ان احنا نكتب جواه بيانات. وهنتعامل طبعا مع ملفات نصية من النوع تكست، وفي موديول اسمه OS هدي جزء فيه كده صغير يتعلق بالملفات نفسها، بحيث المحاضرة النهاردة بالكتير خالص ان شاء الله نص ساعة يعني. نزلت لكم عملي، ابتديت العمل بات حاجة اسمها بروجكت، في بروجكت او في مشروع ان انت هتعمل تشفير للنص بتاعك والعمل مشروح بالكامل في ملف بي دي اف، وارجو ان كلنا نركز فيه، هو سهل جدا مفيش فيه اي مشاكل. المحاضره بتاعت النهارده هتساعدنا طبعا في العمل وهي مطلوبه، تمام. طيب هنبدا النهارده ازاي افتح ملف واتعامل معاه. لو تاخدوا بالكم انا هنا جايب لكم برضو كالمعتاد، مش عاوز افتح اطلع شير سكرين. انا عندي ملف هنا مسميه تكست بالامتداد تي اكس تي، الملف دوت نوعه ملف نصي ومكتوب فيه اربع سطور بهذا الشكل. لا يا فندم، لا يا استاذة بسنت، العملي هنحله يوم الحد مع بعض. العمل هنحله من الحد مش بكره، انا بس اديته النهارده على اساس تاخدوا فرصه اطول في التفكير فيه يعني. دلوقتي انا عندي ملف نصي مكتوب فيه اربع سطور بهذا الشكل، ودي الملفات النصيه طبعا كلنا عارفينها، بنعرف نتعامل معاها. انا عشان افتح الملف النصي دوت بستخدم حاجه اسمها اوبن، تمام. فانا هنا بعمل متغير، عامل متغير مسميه الار فايل، والار ده هتعرفوا معناها دلوقتي، الار فايل او انت سميه ماي فايل او سميه زي ما تحب، بيساوي بستخدم كلمه اوبن وافتح قوسين واكتب حاجتين. الحاجه الاولى هتكون اسم الملف، اسم الملف اللي انت عاوز تفتحه. الحاجه الثانيه هتكون صيغة الملف نفسه انت هتفتحه علشان ايه، او اللي احنا بنقول عليها المود بتاع الفتح الملف. هل انت هتفتحه للقراءة ولا هتفتحه للكتابة ولا هتفتحه للابند للاضافة، تمام. فاحنا هنا بكل بساطة عاملين حاجة اسمها ملف اسمه تكست بالامتداد تكست، وفتحه انا في مود ار معناها ريد، ان انا هقرا الملف بتاعي. في عندي ثلاث انواع من المود اللي احنا هنتعامل معاهم. الار معناها ريد، انا بفتح الملف للقراءه فقط. الاي معناها ابند، وانتوا عارفين ابند من ليستس معناها ان انا هضيف للملف. خلوا بالكم هضيف للملف، يعني الملف البيانات اللي جواه القديمه هتفضل قاعده زي ما هي، وهتضيف لنهايه الملف نص جديد. وفي الدبليو دي معناها رايت، ودي معناها هتحذف الملف القديم وتعمل ملف جديد، او هتلغي النص اللي موجود عندك في الملف الاصلي وهتحط مكانه تستبدله بنص جديد. طيب السؤال اللي هيطرأ لذهنكم دلوقتي، انت وانت شغال بتستعمل الانتربريتر، بتستعمل الايدل، تمام. الملف ده المفروض يكون فين على الكمبيوتر بتاعك؟ الملف ده المفروض يكون محطوط في انهي فهرس، في انهي دايركتوري. فانا هقول لك دلوقتي حالتين اللي انت ممكن تشتغل بيهم. لو انت فاتح الشيل نفسه اللي هو الايدل اللي احنا بنتعامل بيه اللي بيديني التلات علامات دي، المفروض الملف بتاعك دوت يكون في الفولدر الخاص بالبايثون اللي هو سي بايثون 27 27، تمام، اللي هو ده اللي هو ده
خلاص. طيب لو انت بتعمل سكريبت، يعني انت فاتح من فايل نيو وبتكتب فانكشنز بتاعتك في ملف هتسيفه، مش مهم يكون الملف في البايثون 27، المهم يكون الاتنين مع بعض، الملف البايثون اللي انت عملته والملف اللي انت بتفتحه يكون الاتنين في نفس المجلد، في نفس الفهرس، ويفضل طبعا اسم الفهرس يكون بالانجلش مش بالعربي. استاذ احمد ابو امره، جرب جرب حاجات كتير، وبعدين الار مفيش نقطه بعديها، الار اللي انت كاتبها مفيش نقطه بعديها، انا مش كاتب نقطه هنا بعديها. تمام، يبقى احنا عرفنا الفايل ده المفروض يكون فين. لو انت بتكتب في الايدل المفروض الفايل دوت يكون موجود جوه فهرس البايثون 72 على السي، بايثون 27 اسف على السي عندك. لو انت بتعمل ملف سكريبت وبتكتب المفروض تسيفهم هما الاثنين في نفس الفولدر. تمام. طيب انا لما بقول الار فايل اوبن هو كده فتح الملف، مش هيدينا حاجه. تمام، هيديني الكوماند لاين بتاع او البرومبت بتاعتي ومش هيدينا حاجه. انا هنا عملت متغير مسميه اول بس كاتبه ال واحده بتساوي الار فايل ده اللي هو الملف اللي انا فتحته دوت ريد. ريد معناها اقرا كل البيانات او كل النص اللي جوه الملف، اقرا كل النص اللي جوه الملف. وتحذير لو الملف بتاعك كبير ما تستعملش معاه الاسلوب دوت لانه ممكن يعمل معاك مشكله. كده انا هقرا كل الملفات، كل النص اللي موجود في الملف بتاعي. طب لما هاجي اساله عن متغير الاي ال دوت قيمته ايه، هيقول لي بهذا الشكل. لاحظ حاجتين، لاحظ حاجتين. اولا هو رد عليك بمتغير من النوع string، يبقى الرد اللي بيجي لي من read بيدخل في متغير من النوع string. النقطة التانية هو ما ادانيش اربع سطور، هو ما ادانيش اربع سطور زي ما قلنا وزي ما عرفنا في امر print، ان انا عشان انزل سطر جديد بكتب سلاش ان. فملف النص نفسه انا لما كتبت جود داي فور يو اول ودوست انتر هنا، هو هنا اخد سلاش ان. لما كتبت اي هوب كذا ودوست انتر، هو هنا اخد سلاش ان. لما كتبت السطر ده اخد سلاش ان، ولما كتبت جيت في الاخر وقفت لو انا دوست انتر هياخد هنا سلاش ان. وهو عرض لي، وهو عرض لي النص بهذا الشكل جود داي فور يو اول، وخلوا بالكم حط سلاش ان، دي معناها نهايه السطر. اداني السطر الثاني وحط لي هنا سلاش ان، اداني السطر الثالث وحط لي سلاش ان، اداني السطر الرابع ووقف. معنى كده ان انا مش دايس هنا انتر وانا بكتب الملف دوت. خلوا بالكم المتغير بيرد عليا في سلسله نصيه، في سلسله نصية. تمام. طيب هنيجي ناخد ننتقل لنقطة تانية جديدة. انا ممكن اقول له الار فايل كلوز، انا كده قفلت الملف بتاعي من الذاكرة بتاعت الكمبيوتر. تمام، وهرجع افتحه تاني وهقول لكم ليه دلوقتي هفتحه تاني. عملت له اوبن من جديد، وخلي بالك وانت شغال، لا انا بتعامل مع النصوص بس يا استاذة بسنت. حاول كده يفتح ملف وورد مثلا او اكسل، هيفتح معاكي وهيقرا، بس شوف الداتا اللي هيديها لك ايه، هيدي لك داتا بقى اسكي كود وحاجات كده تانية خالص يعني. لكن انا هنا بتكلم عن الملفات النصيه بس. طيب انا قفلت الملف وفتحته تاني، قفلت الملف باستخدام الار فايل كلوز وفتحته تاني، وهعرفكم دلوقتي انا ليه بقفل الملف وبفتحه. انا هنا قلت له قريت الملف برضه بس قريته باسلوب مختلف، قلت له ريد لاين. ريد لاين دي معناها اقرا سطر واحد، معناها اقرا سطر واحد. طيب لما هيقرا سطر واحد فهو دلوقتي هيقرا اول سطر، هيقرا اول سطر وهيديني السطر الاول في المتغير اللي انا عامله مسميه لاين. لما هيقرا اول سطر لغه البرمجه هتقف هنا في المكان ده. تعالوا نشوف المتغير اللي اسمه ال، لا مش عشوائي. تعالوا نشوف المتغير اللي اسمه لاين دوت، هيقول لي جود داي فور يو اول واداني سلاش ان لان انا دايس انتر في اخر الملف.
طيب احنا قلنا دلوقتي الانتربريتر بتاعنا واقف فين؟ واقف في الحته في نهايه السطر دوت، خلاص. طيب لما هاجي هقول له ريد لاين تاني، هقول له ال بتساوي ريد لاين تاني، هو هيكمل من المكان اللي هو واقف فيه، فبما انه واقف هنا فهو هيقرا السطر التاني وهيجيبه لي كله ويتوقف هنا، تمام. لما هسأل عن المتغير لاين هيقول لي السطر التاني، وهكذا. انا لو كررت الكود ده هيقول لي السطر التالت، لو كررت الكود ده تاني هيديني السطر الرابع، وبعد السطر الرابع هيقف هنا. لو كررت الكود تاني هيديني نان، مش هيدي حاجه، هتلاقي المتغير بتاعك ما فيهوش حاجه، لان هو اوريدي واقف في نهايه الملف، تمام. طيب علشان ارجع اخليه يقرا من الاول تاني، انا بقفل الملف وبفتحه مره تاني، بعمل ار فايل كلوز وبعمل اوبن من جديد. مفيش اسلوب غير ده؟ لا، في اسلوب غير ده، بس انا عاوزك تعمل كده علشان تتعود ايدك تاخد على فتح الملف وقفله. طيب في اسلوب تاني لقراءة الملفات، ان انا بقول له خلوا بالكم هنا، قلت له read lines، انا هنا حطيت اس بالجنب. في الاسلوب الاول انا كنت بقول له لاين بس، هنا read lines حطيت له الاس، فبيقرا لي السطور كلها، هو كده بيقرا لي عدد السطور كلها، تمام. طب ايه الفرق بين read lines وبين read بس؟ ما احنا قلنا في الاول خالص ان انا لو عملت read هيقرا كل الملف، وانا هنا لما عملت read lines برضه هيقرا كل الملف تاني، كل السطور تاني. الفرق ما بينهم ان read lines دوت هيرد على حضرتك بالسطور بتاعت الملف في list. خلوا بالكم المتغير اللي جاي هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن list، ما ردش بيها في سلسلة نصية. اذا read lines هيقرا كل الملف بتاعي وهيرد لي في سلسله في ليست، كل عنصر منها عباره عن سطر، ده الاندكس 0 والسطر الثاني يعتبر الاندكس 1 وهكذا. اذا الريد لاينز بالظبط كده جاب كل سطر على انه فاليو لوحدها، تمام، وحطها لي في ليست. لكن لو استخدمت ريد وسكيب هو هيرد عليا بسلسله نصيه، بسلسله نصيه. خلوا بالكم تاني السلاش ان بيجيبها في نهايه السطر، طيب. عندي اساليب ايه تاني لقرايه الملف؟ شكرا كده انا قفلت الملف، بس عاوز امشي دي معايا. انا عملت كلوز للملف بتاعي وفتحته تاني. طب فتحته تاني ليه؟ علشان خاطر انا لما قريت اللاينز بتاعتي هو واقف هنا، فانا عاوز ابتدي من جديد وابدا من الاول، عشان كده عملت له كلوز وفتحته تاني. طيب انا هنا قلت له متغير اسمه دبليو، قلت له الار فايل ريد 5، معناها ايه دي؟ معناها انه هيقرا اول خمس حروف، هيقرا 1 2 3 4 والمسافة. فلما هيرد عليا هيقول لي جود والمسافة اللي بعديها. خلوا بالكم هو واقف عند المكان ده، واقف بعد خامس حرف. لو قلت له اقرا خمس حروف تاني هيجيب لي الخمس حروف اللي بعديهم، اللي هم دي اي واي ومسافة واف، وهيقف بعد الاف. اقرا خمس حروف تاني هيجيب لي الاو ار والواي او، وهيقف بعد الاو، وهكذا. اذا حضرتك لما بتيجي تقرا الملف المفروض بتبقى عارف انت واقف فين في اخر مكان، علشان لما تيجي تقراه تاني بتبقى عارف هو هيجيب لك ايه. ده بالنسبه لقرايه الملف، ان انا فتحت الملف باسلوب read اللي هو R.
بستارت بزيرو فعلا. طيب انا هنا بقى اتفتحت الملف بتاعي بصيغه تانية. انا فتحت الملف بتاعي بصيغه append، ودي معناها append. بيكمل من مكان موقف يا استاذ احمد ابو امره، بيكمل من مكان موقف. طيب الابند دي معناها ان انا هعمل ايه؟ فاكرين الليست لما كنا بنضيف عليها وبنقول لها ابند كانت بتضيف في اخر مكان، دي معناها ان انا الملف بتاعي مش هقراه، دي معناها ان انا الملف بتاعي هكتب عليه، تمام؟ ومش هكتب عليه وبس، ده انا هعمل له اضافه في نهايته. طب هعمل اضافه في نهايته ازاي؟ انا لما هقول له الاي فايل دوت دوت رايت وافتح قوسين، ووسط القوسين اقول له النص بتاعي اللي انا عاوز اضيفه على الملف. طبعا انا ممكن اكتب النص مباشر، ممكن النص دوت اكون جايبه من متغير، ممكن النص دوت يكون ناتج تشغيل فانكشن، ممكن يكون اي حاجة. انا هنا قلت له والسانكس وسلاش ان عشان ينزل سطر جديد، يبقى انا عشان اكتب في سطر جديد بكتب سلاش ان. الدارين تيم وسلاش ان، يبقى بكتب في سطر جديد. ايهاب رجب، اقفل الملف بتاعي بايه فايل كلوز، روح افتح الملف بتاعك من الفولدر هتلاقي الثلاث سطور الدولة اضافوا على الملف. اذا كده انا فتحت الملف بصيغه الريد، بصيغه الريد، وعرفت ازاي اقراه، سواء اقرا اجمالي او اقرا سطر سطر او اقرا عدد معين من الحروف، وفتحت الملف بصيغه ابند. تمام، نقف وقفه هنا ونقول مين عنده سؤال. ايوه يا استاذ احمد ابو امر، هيضيف في اخر سطر لو انت عاوزه ينزل سطر جديد. الاستاذ احمد ابو امر قال سؤال كويس، هو لما هيضيف هيضيف هنا معايا، هيضيف هنا. لو انت عاوزه يبدا من هنا في بدايه السلسله النصيه دي قول له سلاش ان علشان يبدا من هنا. استاذ سوسن تمام، استاذ محمد اوكي بالظبط كده، استاذ احمد ابو امره، وسؤالك طبعا ممتاز. خلي بالك يا استاذ احمد ابو امره، لو انا الملف الاصلي هنا دايس انتر، يبقى نهايه الملف فين؟ نهايته هنا. يبقى في الحاله دي هو لما هيضيف هيضيف هنا، هو هيضيف في اخر نقطه في الملف. لو انت سايبها في اخر السطر هيبدا من اخر السطر، لو انت سايبها من سطر جديد هيبدا من سطر جديد، علشان الناس ما تتلخبطش. هو هيضيف في اخر مكان في الملف. لا يا استاذ احمد، ايه كان الملف بتاعك لما يبقى كبير هتلاقي السايز بتاعه كبير، يعني عامه مع الملفات النصيه مفيش مشكله. بالظبط يا استاذ يونس، هيضيف افتر لاست كاركتر بعد اخر حرف. البرنامج ممكن يبطئ وممكن الكمبيوتر نفسه يهنج منه. طيب تعالوا نكمل. انا دلوقتي فاضل لي هفتح الملف بتاعي بصيغه الدبليو او الرايت. انا هنا لما هقول له افتح لي الملف بتاعي بس المود رايت، دبليو دي معناها رايت، تمام؟ ونفس الحكايه هقول له الدبليو فايل رايت، هي زيها زي الابند، وهديله سلسله نصيه. ايه اللي هيحصل في الملف دوت؟ خلي بالك وكن حريص وكن حذر من الاستخدامات دي، ان الرايت لو انا فاتحه دبليو هيحذف لي كل ده، هيحذف لي كل ده وهيكتب لي مكانه الكلام ده. اذا الرايت بيعمل اوفر رايت، بيحذف القديم وبيكتب لك السلسله النصيه اللي انت مديها له، هي اللي بيحطها جوه الملف، لكن الابند بيضيف لنهايه الملف. طيب انا هنا في اسئله، يا ترى لو عملت اوبن لملف،
انا عندي الاوبن اللي بنعمله، انا عندي قلت ثلاث حاجات ريد واباند ورايت. السؤال بتاعي اللي عاوزكم انتوا تجربوه بنفسكم، لو الملف ده مش موجود في الفولدر بتاعه، لو الملف دوت مش موجود في الفولدر بتاعه، تتوقعوا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لما هفتحه باسلوب ريد؟ وايه اللي هيحصل لما هفتحه باسلوب اباند؟ وايه اللي هيحصل لما هفتحه باسلوب رايت؟ في الثلاث حالات هيديك ايرور. جرب بنفسك وشوف، جرب بنفسك وشوف. بالظبط كده يا استاذ يا استاذ يونس، بالظبط كده يا استاذ محمد، بالظبط يا استاذ ياسر. لو انا فاتحه بالاي بمود الابند ومود الرايت والملف دوت مش موجود، هيحصل له كرييت، هيعمله. تمام. انما لو فاتحه للقراءه ريد طبعا هيديني ايرور، والملف ده مش موجود هيديني ايرور. بالظبط يا استاذ، اسمك صعب شويه، سامي كوكيز. هيديلك نوت فاوند لو انت بتفتحه ريد بس، لكن لو انت بتفتحه ابند ورايت مش هيديك نوت فاوند، هيكريته هيكريته. كرييت في حاله الابند والرايت فقط. طيب حتى الان حد عنده سؤال؟ استاذ حسام المصري، استاذ شادي، الباقيين باقي الجروب. استاذ محمد، هل ممكن تقرا في سطر معين من الملف؟ اكيد طبعا، لكن انا برضو في الكورس انا ما بديكش كل حاجه، انا بدي لك السطور الرئيسيه، العناوين الرئيسيه، وانت حاول. يعني احنا قرينا خمس كلمات، هل يا ترى لو قلت له ريد لاين واديته رقم سطر هيقرا ولا لا؟ يا ترى لو دخلت على جوجل او بايثون دوت كوم في الدوكيومنتيشن وحاولت اقرا سطر معين برقمه، هل هينفع؟ حاول بقى، حاول استكشف. المعلومه اللي هتستكشفها بنفسك هي اللي هتثبت في ذهنك اكتر من اللي انا بقولها لك. طيب اذان العشاء بس بيأذن، طب نكمل بسرعه، مش باقي لنا حاجات كتير. دلوقتي انا قلت الملف اللي انا بتعامل معاه دوت اكون مخزنه فين علشان اقدر افتحه. انا عندي موديول بعمل له امبورت، موديول اسمه او اس. الموديول اسمه او اس. الموديول دوت مسؤول او بيتعامل او مختص بالتعامل مع الاوبريتنج سيستم، عشان كده اسمه او اس. يعني ايه؟ يعني بيتعامل مع الويندوز. طبعا الموديول دوت ضخم وفي حاجات كتير، لكن احنا مش هنديها كلها، لان لغات البرمجه بتختلف في اسلوب تعاملها مع الاوبريتنج سيستم. انا هدي لك حاجتين اتنين بس اللي يخصوك في التعامل مع الملف. تمام. طبعا انا ممكن اقول له او اس دوت جيت سي دبليو دي، جيت سي دبليو دي وقوسين، دي معناها بقول له جيت كارنت ورك دايركتوري، هات لي الملف اللي انا شغال عليه حاليا. تمام. هو رد عليا وقال لي ان انا شغال على السي بايثون 27، يبقى الملف بتاعي، الملف بتاعي المفروض يكون هنا. لو انت اداك فولدر تاني مختلف، المفروض الملف بتاعك يكون جوه الفولدر ده. طيب انا عاوز افتح الملف من فولدر باسمه. تمام. فانا في حاجه اسمها الاو اس سي اتش داير. الناس لو فيكم ناس قديمه اخذت الدوس دي، معناها تشينج دايركتوري، تشينج دايركتوري. وبفتح قوسين وبقول له جوه القوسين دول الباص بتاعي. بديهوله على شكل نص، فهقول له لا لو سمحت انا الملف بتاعي اللي هفتحه غير لي الدايركتوري بتاعي، خليه الدي اونلاين كورس كود. يبقى انا الملف بتاعي المفروض يكون هنا. تمام. طيب انا بعد ما بعمل السي اتش داير التشينج دايركتوري دوت، هقول له جيت ورك دايركتوري تاني، هلاقيه يقول لي ايه؟
انت دلوقتي شغال على الدي اونلاين كورس كود، ده طبعا الدايركتوري بتاعي. لا مش موف، انا ما بعملش موف، انا بس بعمل تشينج للاكتف دايركتوري بتاعي او تشينج الكارنت دايركتوري بتاعي. تمام. يعني لو انت الملف اللي هتفتحه اللي اسمه تكست بالامتداد تكست اللي هتعمل له اوبن، لو انت حاطه على فولدر اسمه دي بايثون، اعمل امبورت للاو اس واعمل تشينج دايركتوري يخليها الدي بايثون عشان يفتح معاك. مش حكايه الملف بيفضل معاه مكانه. ما فهمتنيش يا استاذ محمد ابو عمر. دلوقتي انا قلت لك الملف يكون فين؟ يكون في السي بايثون 27. معايا؟ معايا يا ابو عمرو؟ ولا سيف از يا استاذ احمد هيكل، ولا سيف از، ولا بامتداد اخر. طب لو سمحتوا ركزوا معايا. بص يا باشا، خلوا بالكم معايا، خلوا بالكم معايا. انا هنا بقول له ايه؟ بقول له اوبن الملف اللي اسمه تكست. السؤال بتاعي الملف ده فين؟ استاذ يونس بالظبط في البايثون 27. تمام. طب استاذ احمد هيكل، الحته دي وصلك لغايه دلوقتي؟ الملف دوت فين مكانه؟ في البايثون 27. معايا يا استاذ هيكل؟ الله ينور يا استاذه سوسن. تمام كده، تمام. طب لو انا الملف بتاعي محطوط في الدي هيكل، اجيبه ازاي؟ معايا يا استاذ هيكل؟ لو الملف بتاعي مش موجود في البايثون 27، انت حاطه في ملف في الدي هيكل، تجيبه ازاي؟ ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله. هتعمل امبورت اس او اس وتعمل تشينج داير وتيجي هنا تقول له ايه؟ تقول له الدي هيكل. خلاص. بعد كده تقول له اوبن للملف هيجيبه. بعد كده تقول له اوبن للملف هتجيبه. وصلتك ولا لسه يا استاذ هيكل؟ استاذ احمد ابو عمرو، الجيت ورك دايركتوري، الكرنت ورك دايركتوري ده عشان تعرف انت واقف فين، انت شغال على انهي فولدر. اوكي كده حضرات. طيب في حاجه تاني انا ممكن اعمل متغير هنا، انا ممكن اعمل متغير واحط فيه الاو اس جيت كرنت ورك دايركتوري، مفيش اي مشاكل. المتغير بتاعي هيبقى قيمته سلسله نصيه عباره عن الباص اللي انا شغال بيه. في اي مشاكل كده؟ في اي مشاكل؟ تمام قوي. طيب في عندنا بروجكت، اولا في عندنا عملي سؤال عادي بتختار الاجابه الاصح تقريبا، وبعد كده في بروجكت صغيره قوي انا كاتبها لك في سطر، هي سطر واحد. تمام. البروجكت اللي انا دي عاوز منك فيها ايه؟ عاوز منك فانكشن بتاخد كلمه انجلش ترد عليا هل الكلمه دي صحيحه، كلمه انجليزيه صحيحه، ولا الكلمه دي غلط ما هياش انجلش. يعني لو انا قلت لك سكول تقول لي ترو، لو قلت لك هوم تقول لي ترو، لو قلت لك هاوس تقول لي ترو. طيب لو انا قلت لك اكس واي زد في اتش هتقول لي فولس، لو قلت لك ايهاب هتقول لي فولس لان ايهاب مش كلمه. اكيد يا استاذ احمد ابو عمرو هنحتاجها. اي كلمه انجليزيه، كل الكلمات الانجليزيه. تمام. وللتسهيل عليكم انا اعطيكم ملف اسمه ووردز، ملف تكست مكتوب فيه كل الكلمات الانجليش، يمكن مش كلها بس مكتوب فيها زيد من 80,000 كلمة.
فانكشن صغيره قوي لكن شغلها كتير. لو انت ما معكش الملف ده، لو انت ما معكش الملف ده هيتعبك قوي يعني. تمام، فانكشن في سطر لكن شغلها كان ممكن ياخد منك 3 شهور او 4 بالرغم ان هي سطر واحد، انا كاتبها لك في سطر واحد. بعد كده عندي بروجكت، البروجكت ده شيق وكويس جدا، عباره عن تشفير ملف نصي. انا هبعت لحضرتك ايميل فمش عاوز حد يقراه، مش عاوز مثلا الدعم الفني بتوع الدارين ياخدوا الايميل يقروه، فهعمل ايه؟ هشفره. تمام، هبعته لك على الياهو، فانا مش عاوز الناس بتوع الياهو يفهموه، هشفره وحضرتك تفك التشفير عشان تعرف تقراه. تمام، هبعته لك ميل ايا كان، ياهو، على فيسبوك، على هوت ميل، على 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 انا هبعت لك حاجه شفره كده. تمام، وانت تفك التشفير تقراه. ازاي احنا نشفر الملف؟ هنستخدم حاجه اسمها قيصر، شفره قيصر، شرحتها في الملف واتمنى حضرتكم اقروه وطلعوا عليه ونفذوه. هنناقشه مع بعض يوم الاحد اللي جاي، وبكره ان شاء الله هنبدا في حاجه اسمها الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، ودي جزء مهم جدا هيتوقف عليه مستقبلك البرمجي. الاو او بي او بالظبط كده استاذ احمد هيكل، هنبدا في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بكره، واتوقع بكره هتكون محاضره نظر الاول مدخل او مقدمه، وبعد كده ندخل فيها عملي، بعد كده ناخد عليها امثله انا اللي احلها، بعد كده ناخد عليها امثله انتوا اللي تحلوها. كالمعتاد في حد عنده سؤال؟ استاذ احمد ابو امره، الاو او بي لازم تكون فهمت كل اللي فات، لو انت مش فاهم اللي فات مش هتفهمه كويس. لو انت مش عارف يعني ايه فانكشن، لو انت مش عارف يعني ايه تستدعي فانكشن من كل من فانكشن تانيه. في ناس كلموني وقالوا لي احنا عاوزين ناخد الاو او بي، قلت لهم لو مش فاهمين اللي قبليها مش هتفهموها، ودي المشكله اللي بتعقد الناس منها، ان الناس بتدخل عليها على طول. انا مش اول ما اتعلم سواقه العربيات اروح اسوق تريلا جرار كبيره، انا لازم اتعلم الاول على حاجه صغيره. الرابط الملف العملي على الجروب، الملف العمل على الجروب، يا ريت الدعم الفني اللي معانا مستر اسلام او مستر يوسف ينزلها، يديكم اللينك بتاع الجروب دلوقتي. احنا هناخد محاضره بكره وهنحل يوم الاحد، هنحل العمل دوت يوم الاحد. شكرا استاذه اماني، ده الجروب بتاع اللينك بتاع الجروب، هتلاقوا العمل انا نزلته قبل المحاضره على طول. بالظبط كده، انا نزلته من هنا والنت فصل. طيب شكرا ليكم ونتقابل بكره ان شاء الله.